نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. السؤال يا شيخ: كيف يكون المسلم فتنة للذين كفروا؟ أي. نعم، يكون فتنة للذين كفروا بتسلط الكفار عليه، بتسلط الكفار عليه، لأن تسلط الكفار على المؤمن فتنة، فتنة، حيث إنهم يؤزرون على ذلك ويأثمون عليه، فيكون ذلك فتنة لهم. ويحتمل أن المعنى فتنة للقوم الكافرين يعني أن يفتنون هم عن ديننا، كقوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والآية تشتمل على المعنيين جميعا، لأن المعنيين لا ينافي بعضهما بعضا. والقاعدة في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإن الواجب حملها على المعنيين جميعا. نعم.